المشاهدين عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب لافتتاحية بطولة الصمدات العاشرة. في هذه الأثناء استضيف الكابتن وسيم حامي عرين فريق البريمان. أهلا وسهلا. أهلا حبيب. طبعا أول شيء المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، لكن انتصرتم بركلات الترجيح. من وجهة نظرك كيف تقيم أداء فريقك في هذا اللقاء، خصوصا بعد ما كنتم متقدمين ومن ثم عاد الفريق المنافس للتعادل؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، وشيء يعني الحمد لله ما قصروا، وصلنا جبنا الهدف الأول. الشوط الثاني فريق أكيد مهزوم بيجيب تعادل بيجيب فوز، وحققوا مرادهم وجابوا التعادل معنا، والحمد لله على كل شيء وصلت بنتيات واخذنا على قول الكاس، فكاس الافتتاح. طبعا يعني بينكم وبين فريق البطحه ما صنع الحداد منافسه شرسه، يعني هل انت راضي عن نتيجه المباراه اليوم؟ والله انا كنت اتوقع انه احنا فايزين 2-0 3-0، لكن الله ما كتب والحمد لله على كل شيء. كيف ترى الحظوظ في هذه المباراه؟ ان شاء الله النهايه باذن الله. كلمه توجهها للجمهور المتابع. كلمه للجمهور، صراحه انا يعني انبهرت بحضور الجمهور اليوم، وان شاء الله نتمنى الزياده باذن الله. شاكرين لك حضورك عبر قناه خالد بازيدان الالكترونيه. يعطيك العافيه حبيبي.